تعامل اللاعبين مع بعضهم البعض قبيل المباراة، خاصة في ظل يعني تأزم موقف الأهلي. الأهلي لا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي. في البداية بس انت بتتكلم عن الجانب النفسي، الجانب النفسي بالنسبة للعيبة، اللعيبة مركزة جدا المسؤولية عليها، قبل كده قلت الكلام ده قبل كده، الموقف الصعب لعيبة الهلال بالذات وشوفهم تجربة لعيبة مقدر ده وعارف الموقف اللي صعب بيظهر فيها. فزي ما انت قلت كده احنا زي ما المجموعة شويه او الجروب شويه متعقد شويه، بس احنا قادرين ان احنا نطلع نفسنا من الموقف ده. التعامل بتاع الجهاز الفني زي ما هو، ما فيش تغيير، ماشيين على سيستم واحد ما بيتغيرش، ف يعني مش هيغير السيستم عشان خاطر ماتش حصل او في دروب حصل، لا بالعكس احنا ماشيين وكلنا بنسعى ان احنا نحقق الفوز، بنفكر الماتش بماتش وما بنفكرش في حاجه دلوقتي غير الماتش بتاع بكره، فما بنبصش لقدام غير الماتش بتاع بكره ان شاء الله نحاول نركز فيه ونقدم حاجه كويسه للجمهور وللجهاز، واحنا كمان كلاعيبه نسعد نفسنا يعني ان شاء الله. بنشكركم، شكرا.